مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. مقتدى الصدر والانسحاب الأمريكي من العراق. ما تزال قضية الانسحاب الأمريكي من العراق تثير ردود أفعال سياسية كثيرة بين فاعلين مؤثرين بوضوح على الساحة المحلية خاصة والإقليمية عامة، وتبقى تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتغريداته في تويتر هي الأبرز على الإطلاق في هذا المضمار والأشد تأثيرا في الواقع العراقي. الصدريون المنتشون بفوز منحهم الصدارة بأريحية في البرلمان الجديد يتحدثون علنا عن رغبتهم بالانسحاب الأمريكي على اعتباره احتلالا عسكريا لا بد أن يغادر أرض البلاد قبل نهاية العام 2021 كما هو متفق عليه سلفا، لكنهم لا يمانعون بقاء بعض المستشارين والمدربين من الأمريكيين وغيرهم بعد ذلك التاريخ ليقدموا الدعم والتدريب والاستشارة اللازمة للعراقيين. وهذا إن دل على شيء فسيدل على تحول ملحوظ في توجهات التيار الصدري وزعيمه الذي قاتل الأمريكيين لعدة سنوات في النجف والبصرة وبغداد. مقتدى الصدر يصر على أن يكون بقاء بعض المدربين الأمريكيين في العراق مستقبلا بطلب رسمي تقدمه بغداد إلى مجلس الأمن الدولي ويوافق الأخير عليه، وتحديد المقرات التي سيتمركزون بها وإلزامهم بالمهام التي سيطلعون بها، وتحديد عدد المدربين الذين يحتاجهم العراق بحسب الاختصاصات الضرورية على أن يتم تسليم كافة المقرات المخلات إلى الجيش العراقي حصرا. الصدر يريد الحد من تحركات المدربين والاستشاريين الأجانب المتبقين في العراق على أن تكون وفق الأعراف والقوانين المعمول بها في العراق وليس أمريكا، كما ويريد الصدر من الحكومة القادمة أن تتولى هي الدعم اللوجستي والأمني حصرا، ويشدد على احترام الأجواء وعدم دخولها إلا بعد استحصال موافقة بغداد. مقتدى الصدر قال إنه سيلغي أي اتفاق يخرج عن مبدأ سيادة العراق الكاملة، وذلك تمهيدا لخروج المستشارين والمدربين مستقبلا بعد انتفاء وانقضاء الحاجة لهم. كما يرفض الصدر بتاتا أي تواجد عسكري داخل السفارة الأمريكية في بغداد على أن تتولى القوات العراقية الاتحادية حصرا حماية محيط السفارة وكادرها.